تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة بتهمة تهريب سلعة أجنبية متمثلة في محركات ميكانيكية لمركبات مستعملة. حيثية القضية تعود لورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخروب، مفادها تواجد عدد معتبر من محركات السيارات بمرأب الشخص السير في الذكر ببلدية الخروب،